أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول: ما حكم قراءة الأبراج مع عدم تصديقها؟ لا يجوز للإنسان أن يشتغل بقراءة الأبراج، لأن هذه الأبراج شعوذات وادعاء لعلم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل لا يرضاه المسلم. فلا يجوز لمن لم يكن متمكنا من العلم أن يقرأ هذه الأبراج، وأما العالم فإنه يقرأها لأجل الرد عليها والتحذير منها، أما الجاهل فلا يجوز له قراءتها لأن لا ينخدع بها وتؤثر عليه. نعم.